لعمرك ما ضاقت أرض بأهلها، لكن أحلام الرجال تضيق. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم. النهاردة حلقة حزينة شوية. انا الحلقة ديت هخصصها لإخواننا صناع الآلات، صناع الآلات الموسيقية، او الناس اللي بتفكر انها تعمل آلات موسيقية. احنا عندنا اعواد في بلادنا العربية، اعواد جميلة جدا وكل حاجة، بس توقفت برضو عند مرحلة معينة، ما دخلتش مرحلة التصنيع وما دخلتش مرحلة الميكنة، ولسه برضو الشكل التقليدي بتاع العود اللي اخترعه زرياب من 200 سنة لازال هو شكل العود اللي موجود عندنا دلوقتي، واوتاره والتظبيط بتاعه دوت. انا عايز اوريكم النهاردة زبون، يعني الزبون ده جيتار انتجته شركة ياماها. احنا هنتعلم برضو حاجة النهاردة، يعني مش بس يعني بنستعرض منتجات شركات. يعني الجيتار ده ما فيهوش غير مسطرة، هما بيسموه سايلنت جيتار، سايلنت جيتار او الجيتار الصامت. الجيتار الصامت ده بيستعملوه الناس مثلا اللي عاوز يعزف جيتار ومش عاوز يزعج الناس اللي حواليه، ياخده للتدريب مثلا. وكمان الجيتار ده عشان صوته بيطلع عن طريق الكترونيات، يعني هيطلع من الجاك بتاع الكهرباء يعني، فبالظبط هيبقى صوته طالع، يعني صوته طالع الكتريك، فهيطلع طبعا ممكن على الميكسر، وممكن يبقى في حفلات. هي عازفين في العالم مشهورين ان هم استعملوه، زي براين ماي ده كان عازف الجيتار بتاع فرقة كوين، وكان مشهور جدا وليه سولوهات حلوة جدا، فعزف الجيتار دوت، فمن ساعتها يعني بقى موضة. والتمن جيتار زي ده مثلا حوالي 600 يورو او 500 يورو، غالي يعني مش رخيص. لما تفكر فيه الجيتار مفيش غير مسطرة، هي مسطرة بس. عشان كده انا بقول لكم لما تيجوا تشتروا جيتارات، اهم حاجة وانت حاطط ايدك على المسطرة وبتعزف عليه، احساسك ايه عليه، لان بعد كده ممكن اي مشكله تتحل. ممكن تخرج الصوت بتاعه الكتروني، تعمل فيه اللي انت عاوزه، وتركب افكتات عليه، وتحط تاثيرات، وتعمل ده، وتطلع صوت اللي انت عاوزه. انما اللي مش هتعرف تصلحه انك انت يبقى عندك مسطره مش مرتاح عليها، او مسطره الفريتس عليها بتعورك اما تيجي تمسكها من الجنب، او الجيتار اوتاره عاليه او ملوش حل. بالذات في الجيتار الكلاسيك ما بيبقالوش حل يعني ناجع، يعني فانت بتقبل الجيتار زي ما هو كده وخلاص. الجيتار يا جماعه مسطره، الجيتار مسطره، والصندوق الصوتي بعد كده ده يعني ممكن يتصرف فيه، يعني ممكن نعمل بالتكنولوجيا الحديثة ممكن نتصرف يعني. فهل احنا كعرب عجزنا اننا نعمل مسطرة الجيتار؟ واللي بيحصل ان هم موصلين مع المسطرة ديت، موصلين اجهزة الكترونية، الاجهزة الالكترونية ديت بتتوصل بالمايك اللي هو تحت البريدج بتاع الجيتار، وبيطلع الصوت الالكتروني اللي انتوا هتسمعوه ده دلوقتي. طبعا بيشتغل ببطارية، لان هو اكتف، بيسموه اكتف يعني المايك بتاعه محتاج باور عشان يشتغل بيه. ميزة بقى كمان في الجيتار ده بيتفك، يعني انا اشوف البتاع الفايبر جلاس اللي موجود فوق دوت، بفكه كده خالص، وبتحطه في شنطته واشيله، مفيش خالص، مفيش وزن تقريبا خالص، ولا وجع دماغ بقى، ولا العلبة بتاعت الجيتار شكلها ايه. وبعدين في الاخر لما باجي احب ان انا اركبه، بركب دول كده واروح مقرط عليهم في مسمار كده من الظهر بتاع الجيتار، زي ما احنا شايفين كده، بقفل المسمار دوت وخلاص، بقى الجيتار عندي صالح للاستخدام. وبقى عندي كمان الصوت بتاعي، ان انا اقدر استعمل اظبط منه الصوت بتاعي. الجيتار كمان فيه عليه من هنا نوع من التحكمات فيه، لانه محطوط عليه دايره بتاعه ريفيرب، فانا ممكن كمان اشغل دايره الريفيرب وهنسمع صوت الجيتار هيختلف ازاي. فانا هسمعكم صوت الجيتار ده دلوقتي، ما يقلش عن اي صوت جيتار، اي جيتار كلاسيك انت لعبت عليه قبل كده. ممكن تعزف عليه اي مقطوعة كلاسيك انت، اي مقطوع كلاسيك انت تخيلت انك عزفتها بكده، وعزفتها او تتعزف عليه. اعمل عليه حاجات الى حد ما فلامينكو، بدون طبعا الخبط، لان مفيش علبه، مش عارف اخبط على العلبه الصوتيه، مفيش علبه صوتيه اساسا. لما هشغل بقى الدائره بتاعت الريفيرب كمان،
نوعين من الريفيرب. الريفيرب التاني ده، وده الريفيرب الاولاني بقى. مع ان اخواننا في العالم العربي اللي بيفكروا يصنعوا الات موسيقيه نصنع حتى مسطره الجيتار. لو صنعنا مسطره الجيتار احنا ممكن نركب عليها اي حلول ويتعمل الجيتار العربي، مش محتاج يعني تكنولوجيا في العلبه الصوتيه. الالكترونيات حلت لنا مشاكل كتيره قوي، فانا ممكن اعمل جيتار ممتاز. ليه ما نفكرش في فكره زي دي؟ ليه صعب علينا؟ ليه مستنيين حاجه زي دي تجينا دايما مستورده؟ ما نفكرش فيها ليه؟ فاتمنى ان تكون الحلقه ديت تشعل فتيل من الفكر عند بعض الشباب اللي موجود عندنا، ونشوف بعد كده في عالمنا العربي آلاتنا المصنعة عندنا، ونبدأ حتى بمسطرة الجيتار. مسطرة الجيتار تتعمل صح وتحط الفريتس عليها مظبوطة وتبقى موزونة صح وكده، والصوت يتنقل من ميكروفون تحت البريدج وننقله للأمبليفاير ويبقى جيتار عندنا. يبقى عندنا جيتار مش محتاج علبة صوتية ولا أنواع خشب مشهورة ولا حاجة خالص. أهم حاجة نظبط بس لوحة المفاتيح، وكمان المفاتيح بتاعتها دي كل الحاجات دي بتتباع على فكرة جاهزة. يعني احنا ممكن نستورد حتى الجزء البسيط ده بتاع المفاتيح والتروس ده، ونستورد حاجة لطيفة وتصميم كويس يعني وكده، ونركبه على مسطرة من صناعتنا. يعني نجرب الموضوع ده. ايه التكنولوجيا يعني في مسطرة؟ يعني ياماها، شركة ياماها بتبيع الجيتار ده ب 500-600 يورو. 500-600 يورو، انا في رأيي اعتقد التمن كله بتاع الجيتار ده جاي من الايكولايزر او الامبليفاير اللي هو موجود فيه ده. واضح ان نوع الريفيرب غالي شوية، والتكنولوجيا قديمة. الجيتار ده بقاله مثلا 7-8 سنين، يمكن 10 سنين كمان موجود، وهو بسعره ده وتمنزلش. فمن الممكن يكون تمن الاجهزة الالكترونية بتاعت الميكروفون وبتاعت الريفيرب اللي موجود جواه هو اللي عامل عندي المشكلة دي. طب الدوائر الالكترونية تقدمت دلوقتي وبقت رخيصة ورخصت الكلام ده كله، فاحنا ممكن فعلا نعمل جيتار وتركب له تركيبة يعني الكترونية بسيطة جدا وتبقى رخيصة وتبقى في متناول الجميع، بدل المشكلة اللي احنا بنواجهها دلوقتي. مش عاوز الاولاد يشتروا جيتارات وحشة عشان ما يكرهوش الجيتار، دي حاجة. تاني حاجة، ومش رمي فلوس يعني، ما هو كده كده هيتقدم مستواه وهيحتاج يرمي الجيتار ده عشان يجيب جيتار كويس. فطب ما نبدا بآلات مندي يعني، والمدارس كلها يبقى فيها، ويبقى عندنا كل الناس اللي نفسها تشتري آلات موسيقيه وتشتري جيتارات تلاقي حاجه على جيتار واحد يعني. ان شاء الله نعمله، وباذن الله يعني اللي هيعمله منكم يعني يبعت لي اول نسخه هديه ان شاء الله، وانا اعرضها هنا واشجعه باذن الله. ونتمنى ان دوت يكون بس صح ولينا يعني. الموضوع مش عزف بس، احنا عايزين نهضه في كل شيء. احنا عايزين نهضه في العزف، ونهضه في الفهم الموسيقى، وعايزين نهضة كمان المستمع يبقى فاهم هو بيسمع ايه، وعايزين نهضة كمان في الالات. يعني العملة بتاعتنا دي كنتوا شايفين عاملة ايه يعني قدام العملات الاجنبية، فاحنا مش ناقصين يعني. فلما ما نعرفش نعمل حاجة ديت يعني من منطقتنا سؤال يعني. واشوفكم الحلقة الجاية.